لأول مرة مع الدكتورة درية شرف الدين، الموسيقار الكبير عمر خيرت المتمرد. من الصعب إن أنا أقول إن أنا عايز أعمل كتاب يعني عن نفسي. يحكي أسرار رحلته من السيدة زينب إلى العالمية. ولدت في السيدة زينب بالضبط. قلت إن العالم بلا موسيقى كأنه الحياة بلا ماء ولا هواء، لأنه بيتعامل مع الحس ومع الوجدان بدون ما يكون مرئي أو ملموس، أو يعني زي اللوحة مثلا مرسومة أو في الموسيقى بتخاطب الوجدان والحسيس والروح. هي هواية ولا مهنة؟ حاسس إنها مكافأة ليا، يعني إن ربنا إداني الموهبة دي. وهي مكافأة لينا كمان كجمهور الحقيقة. ما تحبش الأورج؟ لا. ليه؟ ما حبوش. وعبرت عن ده ليه؟ بلاستيك. ماله؟ بلاستيك. عندما تتحول موسيقى الدراما والأفلام إلى حفلات كاملة العدد في الأوبرا. فكرة التأليف الموسيقي، بتمارس هذا التأليف في أكتر من جهة، كيف يأتي كل هذا مع بعض؟ ما بتيجي حاجة يعني، مش كله مع بعض. لا يعني إن حضرتك تجمع بين كل ما أصل الموسيقى هي يعني بتتحدث عن نفسها. يعني أي حاجة ممكن تترجم للموسيقى. عمر خيرت، قصة حب الوطن والموسيقى في حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.